السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله جيت لكم بواحد الخبر زوين كنتمنى يعجبكم. المهم ما نطولش في المقدمه، ما كيعجبنيش نطول في المقدمه بزاف. كيفاش غنقول لكم؟ ان شاء الله قررت انني ندير واحد الكوليكسيون ديال جلال بوقفاطن اللي غتكون من التصاميم ديالي. بما ان كيعجبكم ذوقي في القنيطرات وداكشي، قلت علاش لا اللي ما نخدمش حتى جلالباس. انا ديجا كنخدم جلالب وقفاطن يعني من شحال هذه، من اول ما بديت كنخدمهم، ولكن ما كنبارطاجيهمش معكم بزاف. وبزاف البنات كيقشعون في الفيديوهات، وواحد التعليق جاني قالت لي حنان حصلنا، قالت لي خدمتي جلالب بلا ما تشاركيه معنا. الا لاحظتوا في الاول ديال القناه فاش كنت باقا في الدار كنت كنشارك معكم طريقه خياطه ديال الكابلي، كيفاش كيتخدم الكابلي، كيفاش تخدميه ما يجيكش مديكالي، يعني بالخطوات الاولى كيفاش يطيح لكم الكابلي والسفيفه وكلشي، يعني البريم كامل كيفاش تخدموه. ومن بعد صافي ما بقيتش كنحط جلالب بزاف، حيت شفت كاين اقبال بزاف على الكاندورات والبيجامات، هذا علاش بقيت كنخدم لكم القنيطرات. وان شاء الله كما قلت لكم غادي ندير التصاميم ديالي ديال جلالب وقفاطن. ودرت واحد الباج في انستغرام اللي هي اللي بغيتكم تمشيو تهجموا عليها كاملين اللي عندكم انستغرام. الانستغرام ديالي ديال القناه سميتو الجديد مع حنان، يعني بحال اسم القناه. وحتى الفيسبوك ديالي هو الجديد مع حنان، الجروب ديال الفيسبوك، يعني هادو كلهم تابعين للقناه. ولكن الباج اللي غادي ندير فيها التصاميم ديالي اللي هي غتكون باج ديالي انا خاصه بيا بالتصاميم ديالي، كلشي يعني اللوينات اللي غنختار غيكونوا من عندي، والتصاميم ديالي طريزات ديالي تنبات ديالي، يعني ما غاديش يكون داكشي كوبي كولي، ما غيكونش منقول، يعني غتشوفوا الابداعات ديال حنان. وهذيك لاباج سميتها حنان بريستيج، يعني غتدخلي ديري حنان نقطه بريستيج غادي يطلع لك لاباج، راه باقا خاويه فيها غير حنان بريستيج وفيها واحد التاج. غادي نحط لكم هنا اللوغو ديالها باش تشوفوا يعني تعرفوا فين غادي ندخلوا. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الانستغرام في صندوق الوصف باش تشوفوه ان شاء الله. المهم كنتمنى تدعوا معايا يوفقني الله. يلا بديت كنوجد شي لبسات هكا، الكوليكسيون الاولى بديت كنوجد فيها ان شاء الله، باش غتكون واحد الدفعه الاولى فيها جلالبات اللي مخيطين يعني في الصاله ديال المحل وخياطه ديال المعلم، شي حاجه زوينه ماشي خدمه السوق كما العاده. المهم خدمه السوق كاينه موجوده، انا بغيت ندير كوليكسيون ديالي، يعني بما انني كنشوف راسي كنخدم داكشي يعني زويوان ديالي راسي، كيعجبني نتفنن في البياسه. واخا يعني تنشوف موديلات بزاف كنبغي ناخذ منهم غير فكره ونخرج انا شي موديل من عندي، هذا علاش جاتني فكره انني ندير التصاميم ديالي مصممه ازياء حنان بريستيج، هذه اللي سميتها. المهم هذا هو اسم لاباج، وكنتمنى كما قلت لكم تدخلوا كاملين باش اول ما ننزل اول صوره تكونوا نتوما الاولين اللي غادي تشوفوها ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا حتى التحضيرات. المهم كلشي غادي نشاركوا معاكم، وهذا ما كان، كنتمنى منكم غير الدعاء لخوتكم ان شاء الله بالتوفيق هادشي اللي كاين. ونخليكم دابا سيروا شوفوا لاباج حنان نقطه بريستيج، حنان بوان بريستيج، هذيك هي لاباج اللي غادي يكون فيها ان شاء الله التصاميم ديالي كامله، وكنتمنى تدعموني بليجيم ديالكم. وكما قلت لكم اي جلابه عجبتكم في هذيك لاباج، وبطبيعه الحال غنحط لكم شي حاجه منها في يوتيوب ضروري، ولكن اللي غيكون يعني حيت كيفاش نقول لكم اليوتيوب ما يمكنش نحط فيه تصويره وحده ولا جوج تصاور ولا ثلاثه، الا غيكون الفيديو قصير بزاف ماشي مشكل، ولكن لاباج انستغرام كيكون فيها يعني نقدر نحط لكم كل نهار موديل اللي تقدروا نتوما الا كنتو خياطه تخيطوا عليه الموديل، اولا الا كنتو باغين غير تشريو مرحبا بكم، واللي بغات تخيط حتى هي مرحبا بها. المهم انا كنخيط طالع وغادي نبيعو، يعني غنخيط جلالبات على ذوقي وغنحطهم لكم للبيع، والثمن دائما مناسب. كيف ما قلت لكم اللي عجبتها شي حاجه وبغات تفصلها طريقه تفصال الخياطه، انا فصاله جلابه راه ديجا حطيت لكم يمكن شي ثلاثه الفيديوهات فيهم فصاله جلابه المغربيه لحقه وطريقه، ولقاو اقبالكم وكنشكركم بزاف بزاف. بالنسبه للخياطه خدمه المعلم داكشي علاش ما شاركتوش معاكم، لان الاغلبيه كندفعو للوالد ديالي هو اللي كيخدمهم ليا في المحل عنده، انا ما كنلقاش الوقت فين نخدم هنا كلشي، طبعا كندفع ليه الفينيسيو وكلشي حتى هو تيخدم شي حاجه، ولا كانت عنده الكثره كيدفع للدراري اللي يخدموا ليه تركبت العقاد وداكشي. انا كنت مساليه كندوز هنا شي حاجه، ما كنش مساليه صافي كنفصل وكنعطيه هو اللي كندفع ليه يخدم ليا الخدمه ديال المعلم والكابل وداكشي، لان ما يمكنش نقاد كلشي لراسي في الصراحه، داكشي علاش كندفع. هذه النيت اللي لابسه انا اللي فصلتها، هذه كنت ديجا وريتها لكم جلابه مخزانيه، فصلتها ومشيت طرزتها راسي، دفعتها للطرزه كما كتشوفوا طرزت ليها الظهر وهنايا دفعتها للطرزه،
صافي وعطيتها للوالد ديالي هو اللي خدمها ليا. كما كتشوفوا دار لها خدمه بلديه، عقيدات بلديين، رقاق غير من السوق صافي. ولتحت فيها واحد الطريزه حتى في التحت، راه وريتها للبنات اللي شافوها في الفيديو اللي قبل. المهم هذا هو المطلوب وهذا الشيء اللي كاين، وهذا هو الخبر اللي عندي اليوم هو اللي قلته لكم. كنشكركم بزاف بزاف، وهذا الشيء اللي كاين، وان شاء الله فين ما نكون شي تحضيرات جديده غادي نشاركها معكم. المهم دابا غتشوفوا معايا هنا بالنسبه للتحضيرات، كنوجد في لي فولاغ ولي شال اللي غادي ندير في الجلسه التصويريه ان شاء الله. غتكون جلسه تصويريه فيها التجليبات والتصاميم ديالي اللي غادي نخدم ان شاء الله. كنتمنى ينالوا اعجابكم ويعجبكم دائما بحال الخدمه اللي كنخدم. المهم هنا هذا المحل عند واحد البنت في قصريه الحياني حي الفلاح مدينه الدار البيضاء، كنتقدى عندها لي فولار والشال ديالي. هذا الشال هذا كريب واعر فن، حتى اللبسه كيجي زوين الصراحه، ماشي دوك اللي كيزلقوا اللور ولا يعني كيبقى مخنشش، بالعكس هذا كريب زوين. المهم هذه تحضيرات الشيله اللي جيت ناخد هنا، وفين ما كانت شي تحضيرات جديده ان شاء الله غادي نشاركها معكم، علاش لا. بالنسبه للجليبات الفصاله ديجا حطيتها لكم، وان شاء الله كانت شي حاجه جديده ضروري نشاركها معكم.